الواقع الخدمي بشكل عام، وخاصة الشغلات الأساسية، يعني مثلا الطريق العام، الطرق الزراعية اللي شقوها من زمان وما عبدوها، يعني هلا صارت يعني كأنه مانا الطريق مانو مشقوق. يعني أنا كطالب جامعة هون عم أطلع من 6 الصبح بيكون عندي امتحان الساعة 9، برجع لل 6 العصر بسبب السير. يعني من طالب على القليل يطلعوا لنا على القليل بس نقل، كان في بس نقل ولغوه فجأة ما بعرف ليش. انشق طرق زراعية بس ما تزفتت، يعني عم تعب المعاناة أكثر ما عم تفيدنا، يعني وقت اللي صارت الحرائق صارت الإطفائيات تعطل توقف بأرضها تغرق بالأرض، يعني هاي أول شغلة. وبالنسبة للشوارع هون عنا بدها كلها تصيانة، يعني الجوار المطبات كتير كتير. في شغلات الطرقات بترقيع إذا ما في إمكان يزفتوا. عنا الطرق الزراعية، الطريق الرئيسي بتروح مثلا على الأراضي ما بسع موتورين من العشب، يعني هي 4 أمتار بس ما بسع. الصرف الصحي هنيك بينضرب، بينظفوا ما بيرجعوا بيزفتوا محله أو بيسكروه، بتركوا مثل ما هي الحفرة على الطرق الزراعية. هالأعشاب بتطمر، بيجي الواحد يشوف حاله غير نزل سلت بجورة. اثنين، شقوا الطرق الزراعية من شان الأطفاء يوم اللي صار الحريق، بعد منها خلص ما عاد في لا طرق ولا شيء، ولا حدا قاش صغير ولا قربوها نهائيا. وأنا بطلب لا سمح الله لا يقدر صارت حريق، بتمنى أول شيء الري يفتحوا خطوط الري، إذا صار حريق بنساعد معهم بتطفية الحريق. فمكسرة كل البوارين من ترجانو تتوصل فيها للأراضي كلياتها. واقع النظافة كويس، كل يوم أو كل يوم أو كل يومين، لأنه قطاع البلدية كبير، شيء حوالي 10 ضياع، يعني وسيارة واحدة شو بدها تقضي. من طالب نحن بسيارة جديدة لبلدية كلماخو، سيارة زبالة قمامي، يعني كترحيل قمامي تقريبا يوميا، كطريق عام يوميا، كشوارع رئيسية يوم ايه يوم لا.